على سبيل المثال الجمال، الجمال هو قيمة، الإسلام حث على الجمال والله جميل يحب الجمال، ولكن شوفوا كيفاش هذه القيمة هذه قد أخذت أبعاد أقوى مما أتاح لها الإسلام، بحيث أصبحنا نتحدث عن تقديس الجمال، تقديس الجمال الذي يرتبط بتقديس الجسد، تقديس الجسد الذي يرتبط بالمرء باش تبان للآخر، معناتها تفاخر. وهذه الأمور هذه منين تعلموها الشباب وربما فئة كبيرة من المجتمع؟ من خلال ما تبثه وسائل الإعلام، شئنا أم أبينا، بطريقة أو بأخرى. لماذا؟ لأن هذه الوسائل لا نكون سطحيين في النظر إليها. في كل مرة ربما أتحدث أنا عن مضامين وسائل الإعلام، يقول لك لا إحنا نجوزوا الوقتش فيها نشوف مسلسل، ما فيهاش هذاك مسلسل أو مسلسل أو مسلسل أو فيلم، نشوفوا الكل، ما الذي يطرحه من نماذج، وكيف يركز على قيم على حساب قيم.